اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من قلب المطبخ الصعيدي. اهل الصعيد والناس الصعيده والناس الطيبين والامهات اللي كرموني امس امبارح في مدينه بني سويف، محافظه بني سويف. التكريم كان جميل لاكله امي اللي بنشوفه طبعا كل يوم على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري. فالنهارده حابب يكون المطبخ من المطبخ الصعيدي، فبحثت لقيت اشهر الاكلات في المطبخ الصعيدي الكشك، بما ان الكشك ده مخزون سنوي اللي هو القمح المجروش، فانا جاي على بالي النهارده اعمله بتركية حلوه واتعلمتها من الامهات في الصعيد، ناس طيبين لهم طعم ومذاق خاص في الاكل بتاعهم. ومعانا ملوخيه النهارده اللي هي الشلولو، هنعملها النهارده بشوربه اللحمه. طبعا عندنا لحمه بتتسلق ضاني هنا عشان ناخد الشوربه بتاعتها نعمل بيها الكشك ونعمل بيها الملوخيه، حاجتين نضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. معانا لحمه ضاني على النار بتستوي مع بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم وحبه مستكه حلوه كده علشان الضاني فيه زفاره. ايه الحلاوه دي؟ اللحمه استوت والريحه بتاعتها رهيبه. اللحمه دي اهي شفتوا ازاي اهو. على فكره المرعى اللحم لما بيكون مرعى نضيف سواء الضاني او ايا كان الباري بتبقى ريحه الشوربه رهيبه وجميله جدا. فيها البصل، فيها الفلفل، ايه الجمال ده، وفيها جزر، فيها كرفس، فيها فص بستيكه حلو. هو ده هناخد الشوربه دي طبعا نستخدمها استخدامات كتيره سواء للكشك او للملوخيه بتاعتي. السفره بتاعتي لا تخلو من طبق مقبلات زي البتنجان المخلل النهارده، وبيختلف من مطبخ لمطبخ. انا هعمله بخلطه النهارده انا بحبها اللي هي الفلفله الحلوه مع الثوم مع زيت الزيتون عصير الحامض. عايزاها سبايسي هتخليها سبايسي حسب الرغبه. السفره بتاعتي طبعا مهم جدا يكون عليها عصير، واحنا متفقين ان احنا في ايام الحر وايام الصيف الشيف المغازي مش حارمنا من حاجه. فانا معايا النهارده سموزي اللوز. يا مزاجك اللوز يا مغازي. اللوز بيعلي اوميجا 3، بيقوي الذاكره، ما بيخليناش ننسى، والاطفال بالذات والطلبه اللي بتذاكر بيشجعهم ان هم ما ينسوش ويركزوا في مذاكرتهم. فخلينا نشوف النهارده نعمل اللوز ازاي. سموزي حلو بالثلج والسكر وطعم الفانيليا. طبعا عايزين نقول معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن مميزه النهارده من المطبخ الصعيدي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. عشان نعمل مع بعض دلوقتي سموزي اللوز. مقاديره على الشاشه، نشوف مقاديره على الشاشه مع بعض. لوز وتلج وسكر وعصره ليمون حلوه. اللوز اهو 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 يا عيني، في معانا مطحون وفي معانا سليم اهو. ده اللوز والخلاط معانا اهوت. شيل الملوخيه دي نخليها هنا. ومعانا ذره فانيليا، عايز ولا بطعم الفانيليا. مقاديره على الشاشه، مش حرمك من حاجه، تعالوا نعمله مع بعض. طيب انا هعمل دلوقتي سموزي اللوز. يا مزاجك اللوز. اللوز يعني اوميجا 3. اول حاجه عشان نبقى يعني واضحين مع بعض، اللوز لو طحنتيه متحمص واحنا بنشرب العصير هنحس بيه تحت سناننا او مع لساننا كده واحنا بنشرب العصير، ده مش لطيف. فهنعمل ايه؟ بنجيب اللوز بننقعه في شويه حليب بعد ما نطحنه يبقى طري، بحيث لما نضربه في الخلاط يدوب يبقى ملبن كده. حلو الكلام. دي التركايه. تاني المعلومه دي معلومه غير معلومه، في حاله او انا حابه ان انا اعمل عصير اللوز او ادخل اللوز في العصاير بتاعتي بنقعه في شويه حليب، او لو مش عايز احط حليب انقعه في ميه يبقى طري. لما يبقى طري لما نضرب في الخلاط يدوب، ما احسش بطعمه تحت اسناني ولا تحت لساني ولا اي حاجه خالص. ده مهم جدا، لان لو الطحن ناعم او خشن هتحس زي رمله كده وحاجه ايه خشنه شويه في العصير. هو معانا هنا مطحون زي الفل اهوت بعد ما حطيناه في شويه حليب. ده اللوز كتير ده؟ كتير بتستاهله. عينيا حاضر. هناخد اللوز ده يا عم الشيف زي ما هو كده، بنحط عليه السكر الاول التلج معانا اهو يا ويلي، ونحط على التلج ده يا عم الشيف حليب كامل الدسم قليل الدسم زي ما انت عايزه كفايه. حلو، نحط ذره فانيليا. فين الفانيليا اهي؟ السكر الاول معلش. السكر ده اختياري، شويه فانيليا هنا كده يلا في قلب الخلاط يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. We'll be right back.
ايه ده شفت اللون الجمال الحلو البياض الحلو ده كده. يلا نصلي على رسول الله. وقال لك يا صبابين العصير زيدوا حالاته. شبه السوبيا. شبه السوبيا. اللون البياض ده جه منين؟ ده حليب ولوز. يا مزاجك اللوز يعني اوميجا 3، يعني انسى انك تنسى بعد كده. حلوه انسى انك تنسى دي، سجلوها دي يا شباب السوشيال ميديا، انسى انك تنسى مع عصير اللوز. الله، الف هنا وشفا للي يشرب. قوام عاجبني جدا. اللوز هنا ملوش مكان، مش باين الطعم، انما الشكل مش باين خالص. حلقتنا النهارده ليا الفخر وعظيم الشرف ان انا اكون في الصعيد امبارح في بني سويف بتكرم برنامج اكله امي على القناه الاولى. كل اللي قبلوني وكل الاستقبال اكله امي على القناه الاولى التلفزيون المصري، فكنت فخور جدا وحاسس ان انا ماشي يعني كده ايه، مالي مركزي زي ما بيقولوا يعني. وخدت طبعا جايزه وكرمنا، وكان في طبعا ذوي الهمم، كنا عاملين مسابقه طبخ جميله جدا، وجه لهم تحيه والشكر للاهتمام بذوي الهمم. فجيت النهارده واخد الانطباع الصعيدي ان انا عايز اعمل اكل صعيدي، لان اكلت الكشك ده امبارح فاكلته كان طعمه حلو قوي، فحبيت اعمله لحضراتكم النهارده. عملته باللحمه الضاني، وعملت سلطه البتنجان او مقبلات البتنجان، شويه ملوخيه جامدين جدا، الطشه لسه لغايه دلوقتي في نغشيشي، معانا عصير اللوز الجميل الحلو اللي ساعد على هضم السلطه الخضراء بتاعتنا. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه حتى من الصعيد. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.